السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة التعليم المتطور. النهاردة هناخد الدرس الثالث في اكتشف اللي كيف اللي بعنوان إلى السوق. في البداية احنا هنشتغل في برنامج الباوربوينت اللي هو التفاعلي، الألعاب التفاعلية، واللي هنعرض فيها الدرس على طريق شرح ومرفق بأسئلة تفاعلية. الدرس إن شاء الله عملنا فيه النهاردة التعديلات اللي الوزارة عملتها وخففت منه المنهج، فهنشتغل على 5 دروس. تعالوا نشوف اللي بيتكلموا عن ايه. 5 دروس اللي هنشتغلهم النهاردة كلها بتتكلم عن الأسواق، وازاي ميزانيات، يعني ايه ميزانية، وازاي نحدد الأولويات بتاعتنا في الدفع، وهكذا. تعالوا نشوف مع بعض. نبدأ معانا الأسواق حول العالم. في العنوان بيتكلم على ان سارة زي ما اتفقنا انتقلت لمكان جديد في بلد تانية، وعايزة تساعد اسرتها ان هي تجهز البيت. البيت بيبقى محتاج لما انت بتخش مكان جديد او بيت جديد، بتبقى محتاج ان انت تزبط فيه حاجات، تحط تشتري ليه حاجات، بتشتري فيه اكل، بتشتري هدوم، بتشتري مفروشات، تبقى عايز تعمل حاجات كتير وتشتري حاجات كتير. سارة عايزة تساعد عيلتها في ان هي تجهز البيت الجديد بتاعها، وبدأت تدور على نوعية الأسواق اللي حواليها، وبصت هل الأسواق، بتسأل نفسها هي الأسواق فعلا بتختلف ولا بتتشابه مع بعضها. فأنت لو جيت شفت هتلاقي في سوق كده مخصص إنك للطعام، للخضار والفاكهة واللحوم، وموجود معاه البقوليات، العطارين، هتلاقي كل الحاجات دي موجودة في أسواق اللي هي اللي بتخص الطعام أو الحاجة الغذائية، الوجبات الغذائية. وممكن نلاقي سوق تاني كله شبه بعضه، موجود فيه ملابس وأحذية ومفروشات وكل الحاجة اللي بتخص الايه، الأقمشة، تمام. وفي سوق تاني يبقى خاص بالموبيليا والخشب، وسوق تالت ورابع وهكذا. فالأسواق فعلا بتختلف في المنتج اللي هي بتبيعه، لكن بتتشابه في ايه؟ بتتشابه ان هي كلها عبارة عن محلات موجود فيها منتجات، وفي بياعين، وفي ناس بتشتري. بيقول لك هنا في السؤال، علشان نبدأ نطبق اللي احنا فهمناه، احنا لو عايزين نشتري الفاكهة والخضروات هنشتريها من محل الهدوم، ولا من السوق بتاع الخضار، ولا من السوبر ماركت بتاع البقالة؟ لا، هو مش من السوبر ماركت، احنا بنجيبه منين؟ من محل الخضروات. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول يمكن ان تشتري اللبن والخبز والبيض منين؟ انا بجيبه من بتاع الخضار؟ لا، ما عندوش. طيب ملابس؟ لا طبعا، فانا بجيبه من السوبر ماركت في اللي هو بيبيع اللبن والخبز. طيب تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها. يمكن ان تشتري الملابس، خلاص عرفنا الموضوع، الملابس هتبقى من المحل التجارية، تمام، فهمنا الاسئلة دي. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، او تعالوا نشوف اللي بعد كده بيتكلم على انواع الاسواق. يبقى احنا فهمنا ان اسواق بتاعتنا عندنا في اسواق خاصة بالملابس او الاقمشة، واسواق خاصة بالحاجات اللي هي الخضروات والفاكهة اللي هي الحاجة الفريش اللي خارجة من الارض، وفي اسواق خاصة بالمنتجات المصنعة اللي هي بتيجي منين؟ بتيجي من المصانع، تمام، اللي هي بتبقى اغذية برضو بس جاية من المصانع، لكن دي اغذية وجاية من الاراضي الزراعية اللي هي بتاكلها على طول او بتول. تعالوا معانا نشوف اللي بعد كده. كده خلصنا اول جزء في الدرس، والتاني بيتكلم على اين ينبغي ان تتسوق سارة وتسوق. من العنوان اللي معانا هنا بيقول لك اين ينبغي ان تتسوق سارة. تطبيق اللي احنا قلناه، بس عايزين نعمل الجملة دي، عايزاك تكتبها في ورقة عندك وتقول نود ان نشتري. عندك 4 امثلة من دول، وعايزاك تكمل الجملة. فلو نود ان نشتري البيض، هنذهب الى ايه؟ ها، المتجر او السوبر ماركت، تمام، اللي هو الخاص بالمنتجات الايه، المصنعة. طيب لو نود ان نشتري الخضروات والفاكهة، فنذهب الى مين؟ سوق الايه، الخضار. طب نود ان نشراء الايه، الملابس او البنطلون، فنذهب الى المحال التجارية، وهكذا الاحذية والكوتشي وهكذا. عايزين نعمل امثلة كتير بقى. نود ان نشتري سرير،
نود أن نشتري كرسي، نود أن نشتري قلم، نود أن نشتري دواء. هتلاقي فيه منوعات كتير جدا في المنتجات اللي انت بتستخدمها كل يوم، وعلى أساسها بيختلف المحل اللي انت بتشتري منه. وانت بتشتري ممكن تلاقي أسعار، الأسعار دي بتبقى مكتوبة على الملابس أو على المنتجات، وبتختلف من حاجة لحاجة، بتبقى معتمدة وقتها على ايه؟ ليه ان في واحد بيبقى اغلى من واحد، او ده سعر وده سعر؟ ده بيتوقف على ايه بقى؟ هيتوقف على حاجة هقولك عليها اسمها تكلفة تصنيع المنتج. يعني ايه؟ يعني المنتج ده بياخد قماش كتير علشان يتصنع، ومعاه زراير ومعاه حاجات، فممكن يبقى تكلفته اكتر من تكلفة المنتج ده. بس انا شايف ان المنتج ده مش فيه الحاجات الكتير الموجودة هنا، بس ممكن تكون الخامة اتقل او اغلى من الخامة دي، ففي حاجات كتير بيتوقف عليها غلو ورخص المنتج. ومن هنا بدأ يحصل عندنا حاجة اسمها ايه؟ المقارنة. والمقارنة دي بتخلينا احنا كصغيرين نبدأ نفرق ما بين الرقم الأكبر والرقم الأصغر، ومن هنا جالنا الشيت ده عايزين نفرق ما بين الرقم الصغير والرقم الكبير. أنا عندي الرقم ده مكتوب كام؟ شطار ده 8، والرقم هنا كام؟ هنا 10. طب الأكثر سعر بالمنظر ده مين؟ طبعا 10، 8 مش أكثر سعر. طب نشوف اللي بعده، الطيارة الورقية دي مكتوب على دي 2 واثنين، والطيارة دي مكتوب عليها 3، يبقى مين أكتر؟ اللي هي 3. طب تعال نشوف اللي بعده، البطيخة دي مكتوب عليها 4، والبطيخة دي مكتوب عليها 2، يبقى الأكثر سعر مين؟ اللي هي الإيه؟ الأربعة. فهمنا؟ يبقى احنا من بدأنا هو نعرف ان في المنتج ممكن يبقى واحد اغلى من التاني، وعلى حسب يا اما الحجم، يا اما على حسب النوع او الخامة اللي متصنع منها، او على حسب الحاجات الاضافات اللي محطوط عليه. طيب تعالوا بقى الحتة مهمة جدا، وهي اهم جزء في الدرس، اللي هي الوضع الميزانية 1 و2، واي ورقة نقدية. عايزاكم تركزوا معايا في الجزء ده كويس جدا، لان هو ده يعتبر اللي هناخده بعد كده معانا لحد ابتدائي. وضع ميزانية، يعني ايه وضع ميزانية؟ ايه كلمة ميزانية دي اصلا؟ يعني خطة متعلقة بكيفية انفاق النقود. هتلاقي بابا وماما كل اول شهر كده بيجيبوا الفلوس ويبدأوا يوزعوها، انا عايز احط الفلوس دي في كذا واحط الفلوس دي في كذا، ويبدأوا يشوفوا الاولويات اللي هي الاحتياجات اللي مطلوبة في البيت وعايزين نعملها في البداية. وبعد كده بنبدأ نبص على الرغبات او الحاجات اللي ممكن تتأجل او اللي مش مهمة قوي، فنبدأ نركنها شوية او نوقفها لحد ما نجيب الحاجات الايه؟ الاساسية. فإذن الميزانية متعلقة بان في فلوس او نقود، وفي حاجة هنشتريها، وفي لستة كده او جدول بيبقى مكتوب فيه الحاجات الاساسية اللي هي الاحتياجات اللي اتفقنا عليها والاهمية فيها ان احنا بنبقى محتاجينها فعلا. تعال على سبيل المثال ادي لك انت، لو اديت لك 10 جنيه وقلت لك ازاي هنخطط لميزانية، فانا مش عارف يعني ايه اخطط الميزانية، تعال معايا وانا اقولك. اتفقنا ان احنا لما يبقى معانا فلوس فاحنا بندور على الحاجات اللي تبقى قد الفلوس اللي معانا ونبدأ نشتريها. طبعا مش هيبقى معاك 5 جنيه وهتروح تشتري حاجة اكبر منها، طبعا هو البيع مش هيرضى يديلك الحاجة دي اصلا او المنتج ده. فلما تيجي تبقى معاك فلوس لازم تشوف انت معاك كام. لديك 5 جنيه ميزانية، ماذا يمكن ان تشتري؟ وعندك منتجات قدامك، فلو معاك الخمسة دي ممكن تشتري ايه من دول؟ فانا لازم اشتري منتج اكبر ولا اقل من ال5 جنيه؟ لا، انا لازم اشتري حاجة اقل من ال5 جنيه اللي معايا. فاقل من الخمسة 6 ولا 9 ولا 4؟ اقل من الخمسة هو 4. طيب اللعبة دي حلوة، تعال نشوف. طب لو معاك بقى 7 جنيه، المبلغ كبر شوية، خلاص هتشتري ايه؟ ها انا عندي هنا الالوان دي ممكن تشتري. طيب ال9، لا ال9 اكبر من ال7 فما ينفعش، هيبقى لسه عايز فلوس. والاقلام برضو ال8 اكبر من ال7. طيب نشوف اللي بعدها، لديك 10 جنيها ميزانية، ماذا يمكن ان تشتري؟ فالمبلغ كبر والمنتجات كبرت وغليت كمان. طيب انا عندي مين هنا اللي اقل ولا اكتر من ال10 علشان
اشتريه. اتفقنا ان احنا عايزين حاجة اقل من العشرة، واللي اقل من العشرة مين؟ الشطار كلكو، التسعة. تمام خلاص. طيب احنا كده فهمنا يعني ايه ميزانية، ان انا لما يبقى معايا حاجة او معايا مبلغ من الفلوس لازم اشتري حاجة اقل من الفلوس اللي معايا عشان اقدر ايه؟ عشان اقدر اشتريها. طيب الميزانية الجزء التاني ده اللي بابا وماما بيعملوه، ان هو بيبقى معاهم الفلوس بتاعتهم وبيبدأوا يجيبوا حاجات كتير بس بتبقى برضو اقل من الايه؟ من الفلوس اللي معاهم. بمعنى ان انا لو معايا 10 جنيه فانا ممكن اشتري اكتر من حاجة وتقضي ال10 جنيه. بمعنى ان انا لو عندي هنا معايا 10 جنيه فانا ممكن ايه اللي بيساوي هنا 10؟ ممكن يا اما اشتري دي لوحدها او اشتري دي لوحدها او دي لوحدها او دي لوحدها، ماشي. بس ممكن اجمع 4 زائد 6 هلاقيهم يبقوا كام؟ يبقوا 10. تمام. فانا ممكن اشتري اكتر من منتج بايه؟ بال10. وهكذا لو معايا 20 فانا ممكن اشتري دي ودي ودي التلاتة مع بعض، او دي ودي ودي، او الاقلام والالوان، او اشتري ده ومعاها الفرش وهكذا. تعالوا اقول لكم الفكرة، ان انا مثلا لو عندي لو معايا 20 جنيه خلاص، فالعشرين جنيه دي عشان نسهلها هي متكونة من ايه؟ متكونة من 10، ادي 10 ومعايا كمان كام؟ 10. طيب انا عارف ان بال10 دي ممكن اشتري ايه؟ اشتري اقلام واشتري الالوان واشتري الكتاب. لا ما ينفعش. طيب انا عايز اشتري كتاب ومعاه الوان عشان ايه؟ ابدأ الفرش اشتغل بيها، بس لقيت ان هنا الفرش ب4 جنيه، يبقى انا تعالى هنا على 10، ال10 هنقسمها بكام؟ معانا 4 جنيه، والاربعة هيفضل منهم كام؟ 6. بس انا خدت الاربعة خلاص، يعني ما عدتش معايا، يعني انا لسه معايا ايه؟ 6 جنيه ومعايا ال10 جنيه. جميل. انا عايز اشتري الكتاب، الكتاب تكلفته كام؟ تكلفته 12، وال12 دي بتتكون من كام؟ بتتكون من الاتنين وبتتكون من 10. جميل. طب انا معايا 10 دي، ال10 دي اهي هتمشي قصاد 10 دي، ويفضل كام؟ يفضل الاتنين. تعالوا هنا، هي الاتنين تنفع تتاخد من الستة؟ بتفضل، وهيفضل معايا كمان ايه؟ 4 جنيه. جميل. معنى كده ان انا ممكن اشتري الكتاب واشتري مين؟ واشتري الفرش. فهمتوا بتمشي ازاي؟ فاي حاجة معايا 30 جنيه، نفس النظام، عايزة افكهم، فال30 بتتكون من 10 و10 و10. هو الميزانية دي عايزة كده، ان انا يبقى معايا 10 عشان احنا صغيرين وما بنقدرش نشتغل غير بال10، فهنقسم ال30 ل3 10، ونبدأ نشوف ال10 دي ممكن تجيب لنا ايه، وال10 دي تجيب لنا ايه، وال10 دي تجيب لنا ايه. خلاص. ونبدأ نقسمهم، وعايزاكم تبدأوا تجيبوا منتجات وتحطوا عليها اسعار في البيت، والنشاط ده نشتغل بيه علشان نعرف ازاي ممكن نشتري اكتر من منتج. تمام. هنا اللي هو السؤال اللي انا قلته، اللي هو نقترح طرق متعددة للانفاق 10 جنيهات، وعايزين نعلي المبلغ نخليه 20 ونخليه 30 وهكذا، زي ما اتفقنا ازاي ممكن نقسمه لعشرات ونبدأ نختار عشان نسهل الامور علينا شوية. خلاص. اخر حاجة واهم حاجة معايا اللي هي الورقة النقدية، وتعالوا بقى نجيب الفلوس اللي مع ماما اللي فيها جنيهات و5 و10، علشان نعرف يعني ايه ورقة نقدية، يعني اسمها فئة نقدية، ودي مهمة جدا جدا وهتفضل معانا في ابتدائي الاولى وتانية وتالتة. عايزين نعرف الفئة النقدية دي يعني ايه؟ يعني تجيب من ماما تقول لها لو سمحتي طلعي لي جنيه ورقي او جنيه معدني، وتعرف تشوف الفرق ما بينهم، هتلاقي مكتوب عليها 1 وعندك هنا 5 وهنا مكتوب عليها 10. دي الفئات النقدية، والفئات النقدية بنستخدمها في تبادل ايه؟ بتبادل المنتجات مع الاموال علشان نشتريها، يبقى احنا بنستخدمها فين؟ في الميزانية معانا. تمام. طيب لما بيقول لك معاك فئة نقدية تستطيع شراء الالوان دي بكام؟ الالوان دي ب4 جنيه. 4 جنيه، مين اللي موجود هنا في الفئات دي تكون 4 جنيه؟ تعالوا نشوف معايا هنا هنستخدم ايه. هنستخدم عملية الجمع. عملية الجمع هنا كام؟ هنا في عندي اكتر من فئة، اللي هي 5 زائد كام زائد 1، ودي سهلة جدا. 5 و1 بكام؟ 5 و1 ب6، سهلة. ودي 10 موجودة زي ما هي. طيب دي بقى كام؟ عندي 1 2 3 4، يعني معايا 4 جنيهات. احنا اتفقنا ان ايه؟ اتفقنا ان
الفرش دي ب4 جنيه، يبقى الكلام ده اللي صح وده كله غلط. تعالوا نشوف اللي بعده. انا معايا هنا الاقلام دي ب8 جنيهات، تعالوا نتفق زي ما احنا قلنا عايزين نجمع الفئات اللي معانا. انا عندي الفئة دي كام؟ هنا جنيه وجنيه، يبقوا 2 جنيه، ودي اتفقنا ان هي 10 جنيهات. طيب تعالوا نشوف هنا، انا معايا هنا كام؟ معايا 5 جنيه وفئة ورقية واحدة اهي. طيب وهنجمع عليها كام؟ احنا اتفقنا ان ده جنيه وده جنيه وده جنيه. طب تعالوا نجمعهم، يبقى دول فئة واحدة، يبقوا شبه بعض، فنجمع مع بعض، يبقى دي 1 2 3، يبقى معايا 3 جنيه. يبقى 3 و5 يبقوا كام؟ 8. يبقى الكلام المطلوب ده 8 جنيه وليس 10 ولا 2، خلاص. وهكذا تعالوا برضو نتكلم مع الكتاب ده بكام؟ ب10 جنيه. فانا عايز اشتريه، يبقى هعمل ايه؟ هشوف مين فيهم الفئة العشرة دي سهلة على طول وموجودة قدامي وتقول انا موجودة اهو، لكن دي ودي غلط. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. اللي بعدها جايب لي شنطة ومكتوب عليها 15. بدأنا نزود الرقم شوية، ولا نزود ولا حاجة، ده الموضوع بسيط. هنا معانا كام؟ هنا 1 2، جميل. وهنا 1 2 3، ما جنيه، لكن دي فيها 10 وفي 5. طب انا هعرف منين؟ هعرف اتفقنا ان 15 دي عبارة عن كام؟ عبارة عن 10 وعبارة عن 5، لو جينا فكيناها تمام. ما العشرة موجودة والخمسة موجودة، يبقى الكلام ده اللي صح وده وده ايه؟ غلط. طيب اخر حاجة معايا هنا بيقول لك معانا فرش ب4 جنيه. ولا 4 جنيه موجودة فين؟ في الجنيهات اللي ورا بعضها دي على طول، لكن 10 والـ2 مش تنفع. وكده نكون خلصنا الدرس، سهل وبسيط وعديناه بسرعة جدا ومحسناش بيه لما اشتغلنا بالألعاب وفهمنا يعني ايه ميزانية وأوراق نقدية. يلا بسرعة نروح نجيب الفلوس ونبدأ نجيب اللعب اللي عندنا ونرقمها ونحط عليها أسعار ونبدأ نبيع ونشوف ازاي ممكن نحدد الميزانية بتاعتنا على المشتريات. ولو عجبكم الفيديو شير ورايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.